السلام عليكم، معكم الأستاذ طالب علاء، أستاذ العلوم الفيزيائية. مرحبا مرة واحدة أخرى في الجزء رقم 11 للوحدة الأولى، المتابعة الزمنية لتحول كيميائي في محلول مائي. لحد الآن أنفنسينا شوية في الدروس على الوحدة الأولى المتابعة الزمنية. في الجزء اللي فات، الجزء رقم 10، شفنا السرعات، ما معنى السرعات وشنو هو الفرق ما بين سرعة لحظية وسرعة متوسطة، شفنا القوانين تاع السرعات. في هذا الفيديو راح نعلمك كيفاش تطبق هذوك السرعات وكيفاش تحسب أي سرعة قادر تلقى بها في التمرين تاعك. باسكو لحد الآن السرعات اللي شفناهم، كنا شفنا بلي كاين 6 قوانين السرعات، كاع كاين سرعة تفاعل، سرعة تشكل، سرعة اختفاء، وكل سرعة عندها سرعتها الحجمية. انا هنا واش راح ندير؟ راح نعطيك امثلة كيما علمتك العلاقات، ما عطيتك تطبيقات في العلاقات، نفس الشيء. دوك عطيتك السرعات، اليوم راح نعلمك تطبيقات في السرعات، عطيتك جدول تقدم تفاعل عادي كيما مضارب باش نخدموا به، في نفس الوقت راح نعطيك منحنيات ونعلمك كيفاش تتعامل مع اي سرعة، اي منحنى يعطيها لك هو في التمرين. تبعتوا معايا. بسم الله. الحالة رقم 1، إذا أعطاني مثلا منحنى تغيرات التقدم X مثلا بالمول، دلتا زمن T مثلا بالسكوند، يجي منحنى يزيد وبعد يثبت في قيمة، واضحة؟ اسمع، حد الآن عندي منحنى تغيرات X دلتا زمن T. أول حاجة لازم تعرفها، باش نقدر نحسب أي سرعة لازم لي منحنى، معناه في التمرين لازم منحنى باش نقدر نحسب سرعة. ومهما كان المنحنى يكون عندك، معناتها اما يكون رسمك منحنى تغيرات اكس دات زمن تي، ولا يكون رسمك منحنى تغيرات كتله، تركيز مولي، حجم الغاز، ولا كميه ماده، ولا مام ناقليه، ولا ناقليه نوعيه. فيما يتعلق بالتجارب الكيميائيه كيما المعايره والناقليه، ما تقلقوش انا جايين ليهم، نكملوا واش كاين كاع افكار في السرعات. غير نكملوا السرعات نطرقوا للتجارب الكيميائيه كيما المعايره والناقليه، التمديد، هذو كاع كي نكملوهم باش من بعد نطرقوا للتمارين. باش دوكا نبدا لك في التمارين وانت مازال ما تعرفش شنو معايره وشنو ناقليه وشنو تمديد. سي بون، سما تبع معايا غير بشويه. قلنا باش نقدر نحسب اي سرعه لازم لي منحنى، المنحنى اللي يرسمه لك قادر يكون باشكال مختلفه، قادر يرسم لك تغيرات تركيز، قلنا كتله، حجم الغاز، منحنى طالع، منحنى هابط، ما يهمكش. ومن فضلك سي كي تبدا تفهم شويه فيزيك، كاين بزاف اللي كي يبدا يفهم شويه فيزيك يبدا يتفلسف وحده، ما تفلسفش. من فضلك اي منحنى قادر يطيهولك تقدر تحسب به اي سرعه، معناتها ماشي منحنى يكون هابط تقول لي شيخ ما نقدرش نحسبوا فيه سرعه التشكل تحسب غير سرعه اختفاء، لا لا، مهما كان المنحنى اللي يعطيهولك تقدر تحسب به اي سرعه يطلب منك في التمرين. هو برك عندنا بعض الحالات وبعض المراحل نتبعهم باش نقدروا نحسبوا اي سرعه. مش كيما في العلاقات، فهمتكم شنو هما المراحل اللي يديروهم باش تبين لنا علاقات. قلنا نشوفوا نوعين كيميائيين حاضرين في العلاقه، نجبدوهم بين زوج من جدول التقدم، نفذوا اكس من وحده نعوضوها في الاخرى. وشفنا بلي هذه الطريقات ماشي دائما، نفس الشيء في السرعات. راح نعطيك ثلاث مراحل تتبعهم باش تقدر تحسب اي سرعه قادر تلقى بها، وراح نعطيك منحنيات مختلفه باش تتعلم كيفاش تحسب سرعه. الحاله رقم 1، مثلا عندي منحنى تغيرات اكس بدايه الزمن تي ومنحنى ويزيد. السؤال كيفاش يجي؟ يجي من هذا الشكل، 1 احسب سرعة التفاعل مثلا عند T1 تساوي مثلا 10 سكوند. احسب سرعة التفاعل عند T1 يساوي 10 سكوند. السؤال يجي هكا في التمرين، معناه في السؤال واش نلقى؟ نلقى نوع السرعة ونلقى اللحظة فيها اللي نحسب فيها تلك السرعة. واش من السرعة باش نعرف واش من قانون نستعمل، واش من لحظة باش نعرف واش من لحظة نستعمل، واش من مقياس نرسم. سي بون، سما أول حاجة كي يعطيك السؤال فيها السرعة وفيها الزمن اللي تحسب فيه تلك السرعة، عندك ثلاث مراحل تبعهم باش تقدر تحسب أي سرعة. المرحلة رقم 1 ولا النقطة الأولى، تكتب القانون. أول حاجة واش نكتبه؟ القانون. كي نكتب القانون تبع معايا، عندك V تساوي دي إكس على دي تي، هذا هو قانون تاع سرعة التفاعل، V هو دي إكس على دي تي. ثاني حاجة نروح للحظة اللي هضر عليها هو ونرسم مماس، اللحظة اللي هضر عليها واسمها 10 سكوند، نجي ل 10 سكوند نسقط في البيان، نعيط النقطة، في النقطة هذه نرسم مستقيم مماسي. وشنو هو المستقيم المماسي؟ عبارة عن مستقيم يقيس غير في تلك النقطة، واضحة؟ اللي في الأغلب أحيانا وأغلب التمارين تاع البكالوريا هو يعطيك المماس مرسوم. سما أول حاجة واش دير؟ تكتب القانون. ثاني حاجة تروح للحظة اللي هضر عليها هو ترسم مماس، ولا نعطلو مستقيم مماسي في تلك النقطة، واضحة؟ ثالث حاجة اللي هي أهم مرحلة كاينة باش تقدر تحسب أي سرعة، تروح تشوف اسكو واش سقساك في القانون يتوافق مع واش رسم في البيان. ما معناه؟ تلاحظ معايا بلي هنا في القانون المتغير اسمه اكس، في البيان المتغير اسمه اكس، واضحة؟ واش معناتها المتغير؟ محسوب تشوف القانون هنا اللي تشتق فيه، واش تشتق؟ هنا نشتقوا في اكس، اسمع هنا دي اكس على دي تي، هنا
تلاحظ معايا في البيان بلي رسمنا اكس تقارن ما بيناتهم وتشوف اشكو يتوافقوا. واش معناتها يتوافقوا؟ نحسب الحاجه اللي كاينه هنا في المشتقه هي نفس الحاجه اللي رسمنا لك في البيان. اذا كانوا كيف كيف نقولوا بلي يتوافقوا، اذا ما كانوش كيف كيف نقولوا بلي ما توافقوش، وثم نجيبوا علاقه واضحه. تسمع نعطيك نجيو الامثله غير بشويه. هنا راح نتعلموا كي يتوافقوا واش دير. تلاحظ معايا بلي هنا اكس وهنا اكس. تسمى اسكو واش شخص كيتوافق مع واش رسم؟ نعم، بما انه واش شخص يتوافق مع واش رسم معنى هذا المقدار هو نفس الميل ا. تسمى ومن فضلك اللي ماهوش فاهم مشتقة والميل وكاع، شوف الجزء رقم 10 اللي درناه المرة اللي فاتت، شفنا فيه كاع الأفكار فيما يتعلق بالمشتقة والميل، وعلاها قلنا المشتقة هي الميل وهي رايحة. اسمع لازم تفهم السرعات قبل الدرس تاع السرعات باش تفهم التطبيقات اللي رانا نديروهم في هذا الفيديو. معناه باش نقدر نحسب أي سرعة، قلنا أول حاجة واش ندير؟ نكتب القانون. ثاني حاجة واش ندير؟ نرسم المماس. ثالث حاجة نشوف اسكو واش سقساني في القانون يتوافق مع واش رسم في البيان. واش معناتها يتوافق؟ تلقى الحاجه اللي تغير هنا هي اللي تغير هنا. اذا يتوافقوا تولي المشتقه هي نفسها الميل. المشتقه هي نفسها الميل، معناتها دوكا يكفي انك تروح تحسب الميل تاع المستقيم تاعك هو السرعه. واضحه؟ دوكا كيفاش نحسب الميل؟ حساب الميل ا هو زائد او ناقص المقابل على المجاور بلس كي يكون منحنى طالع موان كي يكون منحنى هابط. واضحة؟ تسمى أ هو زائد أو ناقص المقابل على المجاور. من فضلك كان عندك زوج طرق باش تحسب الميل. الميل هي في زوج يعتبروا طريقة واحدة بصح في التطبيق ماشي نفسه. عندك إما تخدم بأ هي إيكغيك دو ناقص إيكغيك أن على إكس دو ناقص إكس أن، ولا تخدمني بأ بلي هو زائد أو ناقص المقابل على المجاور. باسكو علاه الميل هو طونجونت زاوية ميل المستقيم عن الأفق. طونجونت زاوية ميل المستقيم على الأفق، على بها ندعين مقابل على المجاور. على درت بلوس باسكو منحنى كيكون طالع الميل يجي موجب. على درنا موان باسكو منحنى كيكون هابط الميل يجي سالب. واضحة؟ تسمى تجي لهنا باش نقدر نحوس على المقابل والمجاور. وعلى ننصحك تستعمل هذه الطريقة في بلاصة الطريقة تاع إيكغيك دو ناقص إيكغيك أن على إكس دو ناقص إكس أن. هذيك الطريقة تاع إيكغيك دو ناقص إيكغيك أن على إكس دو ناقص إكس أن ما ننصحكش تطبقها هذيك، هذه أحسن. لماذا؟ باسكو هذيك طريقة تاع إيكغيك تاع الإحداثيات تغلطوا فيها باسكو ما تعرفش دير الإحداثيات ولا تتلف لك تغلط. تجي لي تقول لي شيخ جامي حسبت الميل وطاح سوا سوا باسكو ما تعرفش دير الإحداثيات. دونك إذا تعرف دير الإحداثيات حتى تطبق هذيك الطريقة نعم تقدر. مادام حبينا نستعملوا طريقة سهلة باش نقدر نحسب الميل، من المستحسن نطبق هذا القانون يقول أ هو زائد أو ناقص المقابل على المجاور. دونك كيفاش نجيب المقابل المجاور من المستقيم تاعي؟ شو الطريقة واش تقول؟ نخير نقطتين من المستقيم المماسي. نخير نقطتين من المستقيم المماسي فيها حكمة ولا لازم زوج نقاط معينين؟ لا لا، خير زوج نقاط كيما تحب. باغ اكزومبل فتحت لك تخير نقطة هنا ونقطة هنا ما يسالكش. تسمى خيروا نقطتين من المستقيم المماسي. واني نقول من المستقيم ماشي تخير نقطة هنا ونقطة هنا وتقول لي شيخ تا قلت لنا زوج نقاطين. قلت لك زوج نقاطي ماشي من المنحنى، زوج نقاطي من المستقيم المماسي. مثلا نخير نقطة هنا ونقطة هنا. واضحة؟ من بعد واش ندير كي نخير نقطة هنا ونقطة هنا؟ نرسمو مثلث. المثلث هذاك لازم يكون قائم. تحب ترسم مثلث للتحت تحب ترسم للفوق ما يسالكش. المهم مثلث يكون قائم. في المثلث هذا أبار الوتر فيه ضلعين، فيه ضلع يوازي محور التراتيب وضلع يوازي محور الفواصل. الضلع اللي يوازي محور التراتيب واسمه المقابل، معناتها هذا المقدار واسمه المقابل، هذا المقدار واسمه المجاور. شيخ كيف نحسب المقابل والمجاور؟ تقيس بالمسطرة تضرب في السلم. كيف نحسب المجاور؟ تقيس بالمسطرة وتضرب في السلم. دونك مثلا هنا في الرسم تاعي ولا في السبوره ماناش في الورقه، سما نعتبره مثلا بلي السلم راه يمشي ب 0.2. سما هذه 0.2 هذه 0.4 وهنا 0.10. راكم معايا؟ سما هنا كي نقول لك شحال المقابل تقول لي شيخ الفرق ما بين 0.4 و 0.2 هو 0.2. واضحه؟ قسمه المجاور اللي الفرق ما بين 0 و10 اللي هي 10. سما تحسب الميل ا وتقول بلي هي 0.02 هذه هي القيمه تاع الميل. ما تقلقش تبع معايا برك من فضلك. باش تقدر تحسب اي سرعه اول حاجه واش دير؟ تكتب القانون. ثاني حاجه واش دير؟ تروح ترسم المماس.
ثالث حاجة تشوف اسكو وش شخصك في القانون يتوافق مع وش صن في البيان. اذا يتوافقوا تقولوا بلي المشتقة هي نفسها الميل. كيفاش تحسب الميل؟ قلنا الميل هو زائد او ناقص المقابل على المجاور. كيفاش نحوسوا على المقابل والمجاور؟ نخير نقطتين مستقيم من المماس تاعي، نرسم مثلث الضلع ليوازي محور التراتيب واسمه المقابل، الضلع ليوازي محور فواصل واسمه المجاور. ادير هذه على هذه. المقابل هنا تلاحظ معي بلي هو الفرق ما بين 0 و 4 و 0 و 2 اللي هي 0 و 2. المجاور هو الفرق ما بين 0 و 10 اللي هو 10. اسمع في نفس الوقت طبق هذيك الطريقه تاع y دو ناقص y انا x دو ناقص x باش كي نفس الشيء. هنا برك كي تطبقها هكا تبقى تقول لي y دو y 1 x دو x 1 تتلف لك. اسمع تا واش دير. خلي نقطتين، ارسم مثلث الضلع ليوازي محور تراتيب، قيسه هذا واضرب في السلم تلقى المقابل اللي هو مثلا هنا 0 و 2 وهنا المجاور هو 10. درت 0 و 2 على 10 لقينا القيمة تاعها 0 0 2. اسكو الميل عنده وحدة؟ نعم الميل عنده وحدة. وحدة الميل هي وحدة التراتيب على وحدة الفواصل. سمعت هذه 0 و 2 اللي ديتها 0 و 2 وشنو؟ مول. قسمتها على 10 وشنو؟ سكوند. معناتها وحدة الميل هي 0 0 2 مول على سكوند. واضحة؟ اسمع حدا انا واش درنا؟ حسبنا الميل ا. دوك كي حسبت الميل ا لقيتو 0.02 مول على السكوند هو نفس السرعه. اسمع نولي نسطر واش نكتب له؟ ومنه في تساوي 0.02. ومن فضلك الوحده تاع السرعه ماشي دائما هي نفسها وحده الميل، لانك تحزهر كيف كيف. اسمع ننصحك تحب تجيب وحده تاع السرعه روح للقانون. هنا اكس وحدته مول، تي وحدته سكوند. اسمع وحده السرعه هي مول على السكوند. اسكو دائما وحده السرعه هي نفسها وحده الميل؟ لا لا. اسمع الميل تحب تجيب الوحده تاعو هي وحده التراتيب على وحده الفواصل. تحب تجيب وحده تاع السرعه هي وحده اكس على وحده تي. المهم على حساب القانون تاعك. احنا عندنا 6 قوانين. هل واضح لحد الان كيفاش نحسب سرعه؟ اسمع حد الان هذا مثال ساهل قال لي قادر تلقى به. ودوك نشوف لك نعطيك مثال اخر وين ما تتوافقش. هكا يجو الحالات كيفاش تحسب اي سرعه. اسمع الحاله الاولى ولا المرحله الاولى لازم نديرها باش نحسب سرعه، نكتب القانون. ثانيا نرسم المماس. ثالثا نشوف اسكو واش سقساني في القانون يتوافق مع واش رسم في البيان. اذا كيف كيف تقولوا المشتقه هي الميل، والاستر احسب الميل تاعك عوض الميل في القانون تاعك هي السرعه. واضحه؟ دونك مثلا في التمرين يسقسيك شوف معايا يقول لك مثلا 2 احسب السرعه الحجميه لاختفاء مثلا نقولوا اختفاء ال H3 O+. احسب السرعه الحجميه لاختفاء H3 O+ عند تي ان يساوي 10 سكوند. معناتها ما بدلتش اللحظه. تلاحظ معايا بلي في السؤال واش عندك كاع؟ قلنا في السؤال نلقى نوع السرعه ونلقى اللحظه اللي نحسب فيها تلك السرعه. هنا السرعه اللي قال لي احسبها اسمها السرعه الحجميه لاختفاء ال H3 O+ وقتها عند تي ان يساوي 10 سكوند. نزيد لك تفصيل برك هنا باش من بعد كي نجيو للتطبيق العددي نلقاو كلش. مثلا الفي توتال الحجم الكلي اللي كاين في هذا المثال هو 200 مللتر. هو 200 مللتر. اسمع الحجم الكلي في توتال هو 200 مللتر. نجي نقرا السؤال واش قلنا الطريقه. اول حاجه نكتب القانون. القانون تاعنا واش يقول؟ في فوليميك باسكو قال لي سرعه حجميه تاع شكون؟ تاع H3 O+. اسمع تكتب في فوليميك تاع H3 O+ واش يساوي؟ مادام قال لك اختفاء معناتها دير ناقص واحد على في توتال في دي ان H3 O+ على دي تي. في فوليميك تاع H3 O+ واش يساوي؟ ناقص واحد على في توتال في دي ان H3 O+ على دي تي. القانون باسكو هو قال لك هكا وعندنا 6 قوانين. اسمع راني طبقت هذا القانون. ماشي تقول لي شيخ قال لك اختفاء بصح منحنى وطالع كيفاه يقدر؟ نعم السرعه ما عندهاش علاقه بنوع المنحنى. شفت هذا منحنى تشوف فيه هذا؟ اي منحنى قدر تلقى به تقدر تحسب به 6 سرعات. معناتها ماشي لازم منحنى يكون طالع ولا هابط باش تقدر تحسب سرعه معينه. اي منحنى يعطيه لك في التمرين تقدر تحسب به اي سرعه. تسمى كيما انا عندي منحنى تاع اكس نقدر نحسب به 6 سرعات، منحنى تاع تركيز وهابط نقدر نحسب به 6 سرعات. تسمى ما تبقاش تبرونشي للمنحنى كيفاش داير. مهما كان المنحنى اللي يعطيه لك تقدر تحسب به اي سرعه. دوك تبع معايا تعرف كيفاش راح نحسبوا هذه. انا اول حاجه كتبنا قانون، قلنا ثاني حاجه نروح للتي اللي هي 10 سكوند واش نرسم؟ مماس. او نرسم مماس باش ما نبقاش نعاودو نرسمو.
ثالث حاجة نشوف اسكو واش سقساني في القانون يتوافق مع واش رسم في البيان. هنا المتغير واسمه ان اشترى او بلوس، هنا المتغير واسمه اكس، اسكو يتوافقوا؟ طلعت معي قلي لا لا، قلنا لازم نشوف اسكو يتوافقوا. هنا اكس وثم ان اشترى او بلوس، مادام ما يتوافقوش لازم نجيب علاقة ما بيناتهم، لازم نجيب علاقة ما بين الان اشترى او بلوس و اكس. العلاقة اللي نجيبها ما بين ان اشترى او بلوس و اكس نجيبها من جدول تقدم، شفنا ديجا في العلاقات وقلت لك العلاقات تسحقهم في السرعات. تبع معايا الان تاع اشترى او بلوس هي ان دو ناقص 6 اكس، تكتبها هنا ان اشترى او بلوس تساوي ان دو ناقص 6 اكس. هذه هي العلاقة ما بين وش وراسم و اكس، جبناها من جدول التقدم. هذا هو ان اشترى بلس كيما راهو تعوضوا هنا. الان اشترى بلس هذه كيما راهي نعوضها هنا. سما في بلاصه ان اشترى بلس واش نكتب؟ ان دو ناقص 6 اكس، واش تولي عندي؟ في فوليميك تاع الاشترى بلس يساوي ناقص 1 على في توتال في دي ان دو ناقص 6 اكس على دي تي. معناتها عوضنا الان اشترى بلس بان دو ناقص 6 اكس، ودي على دي تي قرينا بلي معناتها مشتقه. تبع معايا نعاود لك ندير لك تذكير في الرياضيه. قلنا المره اللي فاتت بلي ولا في الجزء اللي فات بلي دي على دي تي معناه مشتقه، كي نكتب لك دي على دي تي معناتها فتحه. واش لازم تعرف قواعد في الاشتقاق؟ لازم تعرف بلي مشتق ثابت وحده يروح بالزيرو، مشتق ثابت كي يكون وحده يروح بالزيرو، مشتق ثابت كي يكون مضروب في متغير، الثابت اللي يكون مضروب في متغير يخرج برا الاشتقاق ويبقى المتغير الداخل. تبعتش معناه كي نجي نشتق ثابت مضروب في متغير هكا وحبيت نشتقه، الثابت اللي مضروب في متغير يخرج يسمى يولي ثابت مضروب في مشتق المتغير. واضح؟ مثال مثلا في الرياضيات حبيت نشتق زوج ناقص 3 اف لي اكس، زوج ناقص 3 اف لي اكس، زوج ثابت وحده، ثابت وحده قلنا بشرة بزيرو، اف لي اكس هو المتغير في منه مضروب؟ راه مضروب في ناقص 3 ماشي في 3، راه مضروب في ناقص 3، سما ناقص 3 اللي مضروبة في اف لي اكس تخرج تولي ناقص 3 اف فتحة لي اكس. سما نعاود مشتق ثابت وحده باش يروح بزاف، ثابت كي يكون مضاف ومتغير، ثابت اللي مضاف ومتغير يخرج برا. مثلا بار اكزومبل نقولوا بلي هنا كانت مكتوبه 1 على 4، سما 3 هذه تخرج تولي ناقص 3 على 4، هذاك 1 على 4 ما تدلنا شيء، ثاني ثابت ومضروب برا. فهمنا؟ شاف معايا؟ اسمع لحد الان واش لازم نعرف؟ بلي مشتق ثابت وحده باش يروح بزيرو، مشتق ثابت مضاف متغير يخرج. ما تسحقش حاجه كبيره في الرياضيات من فضلك، ما تسحقكش تكون هارب مات بزاف هذيك تاع الداله ناطقه ولا مدله ما بيش شنو. نسحقك تعرف بلي تحب تشتق حاجه ثابت كي يكون وحده ناحيه بزيرو، ثابت مضاف متغير يخرج برا الاشتقاق ومتغير يبقى الداخل، هذه هي القاعده. شوف معايا هذا كي نجي نشتق هنا ان دي على دي تي معناتها مشتقه، شوف هذا ان دو ثابت، ان دو يروح بزيرو باسكو ان دو كميه ماده ابتدائيه ما تتبدلش، ان دو ثابت، هنا المتغير تاعنا اسمه اكس، الثابت اللي مضروب فيه اسمه ناقص 6، ناقص 6 تخرج برا. هذه واحدة على في توتال شيخ ندلنا وليها ما تدلناش ليها، ثابت هذاك هو برا الاشتقاق ما تدلناش ليه باسكو مضروب، ما هو جمع ما هو زائد ما هو ناقص راهو مضروب. سما واش دير هنا؟ هذا ناقص 6 اكس تخرجوا برا، ناقص 6 في ناقص 1 تعطيك 6، سما تعطينا 6 على في توتال في دي اكس على دي تي. هذه هي في فوليميك تاع اشتروا او بلوس. نعاود غير بشويه، شوف معايا قلنا باش نقدر نحسب اي سرعه اول حاجه نكتب القانون، ثاني حاجه نرسم المماس، ثالث حاجه نشوف اسكي واش سقساني في القانون يتوافق مع واش رسم في البيان. هنا في القانون سقسانا على الان اشترى او بلس، في البيان رسم لك اكس، لازم تجيب علاقه ما بين واش سقساك واش رسم لك. العلاقه ما بين ان اشترى او بلس واكس هو جدول التقدم، سما ان اشترى او بلس من جدول التقدم هي ان دو ناقص 6 اكس، هذا المقدار اللي جبته من جدول التقدم كيما راه تعوضه في القانون، ان اشترى او بلس تعوضها في الان اشترى او بلس. سما في بلاس ان اشترى او بلس كتبت ان دو ناقص 6 اكس، كي نجي نشتق ماشي لازم تكون عندك اشتقاق قد الدنيا، قلنا نحفظ زوج قواعد برك، ثابت وحده يروح بالزيرو، ثابت مضروب في متغير يخرج برا الاشتقاق. سما هنا ان دو ثابت وحده باش يروح بزيرو، المتغير تاعنا هو اكس،
الثابت لمضروب فيه ماشي 6، الثابت لمضروب فيه هو ناقص 6. هذه ناقص 6 تخرج برا، ناقص 6 في ناقص 1 تعطيك 6 على في توتال. اكس يبقى لداخل سما تولي في دي اكس على دي تي. مفهوم هذا؟ اون سي جامي تجي تشتق ولا تكون عندك مثال كيما هذا وتكون الداخل كي تعوض تكون مخلطه بالمقادير، تلقى في غاز في مولار تركيز كتله حجم الغاز ما بيش هنايا، وتقول لي شيخ تتلف لي شكون هو المتغير. اون سي جامي تتلف لك وما تعرفش شكون هو المتغير. اضرب طلع في المنحنى تاعك تعرف شكون هو المتغير، دائما يكون هذيك الحاجه اللي تكون في المنحنى. كيما هنا العفسه اللي في المنحنى هي اكس، تسمى المتغير هو اكس، اي عفسه مضروبه في المتغير تخرج برا. ناقص 6 يخرج ناقص 6 في ناقص 1 تعطيك 6 على في توتال في دي اكس على دي تي. دوك السؤال، هل دي اكس على دي تي يتوافق مع البيان؟ نعم يتوافق، سما نقولوا عليه بلي هو نفسه الميل، معناه خرجت لك 6 على في توتال في ا. اللي حسبناه دوك عليه هو 002، سما كي نجي نحسب نكتب له فيفونيميك تاع اش 3 او بليس واش تساوي؟ 6 على في توتال. عطيتك مثال دوك في توتال قلنا 200 مليلتر، سما نكتب 200 نضربها في 10 قوة ناقص 3 نحولوا من مليلتر للتر في ا اللي هي 0.02. تلقى في فوليميك تاع 10 او بلس. رد بالك في الآلة حاسبة كي تحسب دير الأقواس باش ما تغلطش. لحظة 6 على 0.2 تعطيك 30 تعطيك 0.6. واضحة؟ دوكا حسبنا في فوليميك تاع 10 او بلس لقيناها 0.6. ذكرتك داك شويه قلنا بلي كي نحب نجيب الوحده تاع السرعه، الوحده تاع السرعه نجيبوها من القانون. راح للقانون تاعي، ان وحدته مول، في توتال وحدته لتر، والتي على حساب البيان قاعده تكون مينوت اور تدير على حساب البيان تاعك الزمن. اسمع انا تجي مول على لتر في السكوند، نجي لهنا نكتب له مول على لتر في السكوند. واضحه؟ اسمع نعاودوا نلخصوا الفكره، هذه هي في اغلب الحالات تتلاقى بفكره كيما هذه باش تحسب السرعه، والحالات السهلة تتلاقى فكرة كيما هذه. اشكو هذا واش كاين في السرعات؟ نعم هذا واش كاين في السرعات. تحط تحسب كاش السرعة، قلنا أول حاجة واش ندير؟ نكتب القانون. ثاني حاجة واش ندير؟ نرسم المماس. ثالث حاجة نشوف اشكو واش سقساني في القانون يتوافق مع واش رسم في البيان. إذا يتوافق تقول له هو نفسه الميل. إذا ما يتوافقش لازم تجيبه بالسيف دالة الميل. كيف دير؟ تجيب علاقة ما بين واش سقساك واش رسم. منين نجيبها؟ من جدول التقدم. أنا جبنا العلاقة. تعوض تشتق تخرج مع التعريب بالسيف دالة الميل، اسم هذا دي اكس على دي تي توافق مع البيان نقول عليه هو الميل. اسم خرجت لي 6 على في توتال في ا، انا حاسبينه سابقا اللي هو 002 تلفت 002 تعوضها هنا. في توتال تكون عندك في التمرين هي في 1 بلس في 2 سي بون. برك رد بالك فيما يتعلق بالوحدات لازم يكون تكون نحسب باللتر ماشي بالمليلتر. هذا ما كان وكسب سرعه، وتلاحظ بلي وحده السرعه ماشي هي نفس وحده الميل. السرعه تاعنا هنا اسمها مول على اللتر في السكوند الوحده تاعها. واضح واش درنا؟ تبع معايا نزيد لك مثال اخر. هاي نكملو دوكا نعطيك حالة اثنين، مثلا هنا حالة اثنين يرسم لي منحنى اخر معناتها تغيرات مقدار اخر من غير التقدم اكس. باغ اكزومبل يرسم لك منحنى تغيرات نقولو التركيز الـ AL 3 بلس. تركيز AL 3 بلس مثلا بالمول على اللتر بدلالة الزمن تي. مثلا نقولوا بالمينوت المقدار ا 3 بلس ما دام راه في النواتج المنحنى يجي طالع بعدها يثبت مثلا ورسم لي هو مثلا مماس في تي يساوي مثلا 5 مينوت في 5 مينوت هو رسم لك مماس. راكم معايا؟ من بعد هنا يقطع في نقطة تدريجة ثانية ثالثة رابعة خمسة سادسة ما يهمناش هذوما النقاط اللي كاينين. ومن بعد يمشي مثلا المنحنى السلم تاعك هنا السلم تاعنا نقولوا مثلا 0.1. واضحه؟ تبعت معايا. ارسم لك منحنى تغيرات تركيز ال AL 3 بلس بدايه الزمن تي، والسؤال يقول واحد مثلا احسب السرعه الحجميه لتشكل ال AL 3 بلس عند تي 1 تساوي ولا نقولوا تي 2 ولا ما يهمش 5 مينوت. قلنا في السؤال واش نلقى؟ نلقى دائما في السؤال تاعي نوع السرعه ونلقى اللحظه اللي نحسب فيها تلك السرعه. تبع معايا نزيد نعطيك زوج امثله واحده اخرين في المنحنى هذا باش تفهم الفكره كيفاش تكون. اول حاجه واش قلنا نكتبوا؟ نكتبوا قانون في فوليميك تاع ال 3 بلس واش يساوي؟ 1 على في توتال في دي ان ال 3 بلس على دي تي. علاه كتبت في فوليميك؟ باسكو قال لي سرعه
حجميه علاه كتبت ال ترو بلس باسكو قال لي صرا حجميه تاع ال ترو بلس فهمنا علاه درنا بلس ما درناش موا باسكو قال لي تشكر واضح اول حاجه قلنا نكتبوا قانون ثاني حاجه نرسم المماس لاحظ باللي المماس مرسوم ثالث حاجه تشوف اسكو واش سقساك في القانون يتوافق مع واش رسم في البيان تبع معايا هنا وكاتب لك ان ال ترو بلس هنا راه كاتب لك تركيز ا ترو بلس العلاقه ما بين ان تاع ا ترو بلس وتركيز تاع ا ترو بلس المهم هنا بينا بلي ما مشي توافقوا باسكو هذه كميه ماده وهذا تركيز مولي هاكم معايا بصح العلاقه ما بيناتهم هنا ما كان لها الجدول التقدم باسكو راه نوع كيميائي واحد شو هنا التركيز تاعو وهنا كميه الماده تاعو حنا نعرفوا بلي كميه الماده هي سي في في معناه نجي لهنا نكتب له ان تاع ال ال 3 بلس يساوي تركيز ال ال 3 بلس في في توتال ان تساوي سي في في هذا الان كيما رانا نعاودو هنا واش تولي عندي تولي عندك في فوليميك تاع ال ال 3 بلس تساوي واحد على في توتال في دي على دي تي مشتقة شكون تركيز ال ال 3 بلس في في توتال هنا تقول لي شيخ على ما لجأناش الجدول التقدم لماذا باسكو هنا عندك تركيز ال 3 بلس وهنا الان تاع ال 3 بلس شو المثال سهل باين بلي ما كلاتش قال الجدول التقدم عندك غير ان بلي هو سي في في اللي هو التركيز تاع ال 3 بلس في في توتال انا على قياس كيما راهي ناخذها هنا اسمها فلاس ان ا ترو بلس كتب تركيز في فيتو تاع كي نجي نشتق تلاحظ معايا بلي ما عندناش ثابت واحد يروح بالزيرو تتلف لي اون سي جامي شكون هو متغير واش قلت لك دير اون سي جامي تتلف لك شكون متغير شوف العفسه اللي كاينه في البيان العفسه المقدار اللي راسمه في البيان هو تركيز ا ترو بلس اسم هذا هو المتغير في من مضروب مضروب في الفيتو تاع ثابت مضروب في متغير واش سالو يخرج تخرج الفيتو تاع برا الفيتو تاع مع الفيتو تاع تروح تبقى لك دي تركيز ا ترو بلس على دي تي هذا اسمه في فوليميك تاع ال 3 بلس واضحه اسمها نكتب في فوليميك تاع ال 3 بلس هي 1 على في توتال في دي ان ال 3 بلس على دي تي كتبنا القانون ثاني حاجه نرسمو مماس ثالث حاجه نشوف اسكو واش سقساني في القانون يتوافق مع البيان تلاحظ بلي هنا عندك ان ال 3 بلس وهنا عندك تركيز ال 3 بلس اسكو كيف كيف لا لا اسمع لازم نجيب علاقه ما بيناتهم العلاقه ما بين ان ا ترو بلس وتركيز ا ترو بلس هو انه هذا ان هو تركيز هذا في الحجم الكلي اسمع هذا المقدار كيما راه نعوضه هنا واضح دوك عوضنا جيت نشتق هذا متغير ثابت اللي مضروب فيه شكون في توتال في توتال يخرج في توتال على في توتال تروح يبقى غير دي تركيز ا ترو بلس على دي تي هل هذا المقدار يتوافق مع البيان لاحظ معايا بلي نعم يتوافق هذا التركيز هو نفسه هذا سما نقولوا بلي هو نفسه الميل ا معناتها يكفي انك تولي تحسب الميل هو نفس السرعه الحجميه لتركيز ال ال 3 بلس واضحه الميل قلنا خير نقطتين ونديروا مثلث الضلع اللي يوازي محور تراتيب هو المقابل الضلع اللي يوازي محور فواصل واسمه المجاور حبيت تعرف المقابل شحال رقم هنا عندك 01 02 03 04 اسم الفرق تاع المقابل راهو ما بين 04 و 02 شحال كاين ما بين 04 و 02 كاين 0.2 على المجاور اللي هو الفرق ما بين 0 و 5 اسم دير 02 على 5 تلقى في المثال تاعك هنا تبع معايا 02 على 5 تلقى 0 فاصل مثلا 04 واضحه والميل اسكو عنده وحده نعم وحده الميل هي وحده التراتيب على وحده الفواصل وحده التراتيب راهي مول على اللتر وحده فواصل راهي مينيت اسمها هنا الوحده هي مول على اللتر في المينيت واضحه تسمى تلاحظ معايا بلي ماشي حاجه كبيره باش نحسب بسرعه نكتب القانون نشوف اسكو يتوافق اذا ما توافقش نجيب علاقه نعوض نشتق تخرج بالسيف دائره الميل تولي اسطر تحسب الميل تاعك بعقلك خرجت لنا السرعه هي نفسها الميل تولي اسطر نقول هو من هو في فوليميك تاع ال ال تاع ال 3 بلس تساوي 004 قلنا الوحده تاع السرعه نجيبها من القانون القانون تاعنا هذا هو ان وحدته هو مول في توتال وحدته هو لتر تي تلاحظ معايا بلي في البيان راسم لي مينوت اسمها هنا طيح مول على لتر في المينوت واضحه هذه حدا ان لحد الان هذا مثال وين ما توافقش بصح وين ما كان لهنا الجدول التقدم اسمع لحد الان انا حاسبين ثلاث سرعات كل وحده كيفاش درنا الطريقه وحده صبناها توافق ديريكت الاخرى جبنا علاقه من جدول التقدم هذه زدت ما شقيتش الجدول التقدم كاع راح تجيب ديريكت العلاقه ما بين انا ترو بلس وتركيز ال ترو بلس نزيد لك اخر مثال تبع معايا اثنين احسب سرعه
التفاعل عند نفس اللحظة اللي هي تي ان تساوي 5 مينوت. نزيد التفصيل كما مقبل في توتال زعما نعتبروها 200 مللتر. باسكو تسحق انا في توتال باش نحسب الحجم الكلي اللي هو في ان زائد في دو. قلنا باش نحسب اي سرعة واش لازم ندير؟ نكتب القانون في واش يساوي؟ دي اكس على دي تي. ثاني حاجة نروح نرسم المماس، تروح للتي يساوي 5 مينيت ترسم المماس. ثالث حاجة تشوف اسكو واش سقساك في القانون يتوافق مع واش راسم في البيان، او راسم لي في البيان تركيز فاعل 3 بلس وفي القانون او كاين اكس، اسكو كيف كيف؟ لا لا لازم نجيب علاقة ما بيناتهم. شفنا ديجا في العلاقات بلي كي نحاول نجيب التركيز تاع كاش حاجة، التركيز تاع 3 بلس من جدول التقدم سي هو ان على في، الان تاع 3 بلس هي 2 اكس. سما نكتب 2 اكس على في توتال، هي العلاقه ما بين ال ا 3 بلس و اكس، جبناها من جدول التقدم. دوكا شفناه مقبل ولا في المثال الثاني اللي شفناه، هذا المثال الرابع. في المثال الثاني كي جبنا علاقه شفنا بلي عوضنا ديريكت باسكو كانت سهله. هنا رد بالك تعوض، هنا راهي مكتوبه ا 3 بلس وهنا اكس، لازم تجيب شوفوا شنو هي الحاجه اللي هي هنا تتعوض هنا اكس. سما لازم تجيب اكس منها واش تساوي باش تقدر تعوضها هنا، واضحة؟ ومن فضلك صعب شوية الرياضيات تعرف كي تجيب إكس بالعقل على المات. زوج أي ضرب جيب نتولي قسمة في توتال قسمة جيب نتولي ضرب، سما يولي تركيز أ 3 بلس في في توتال على زوج. هذا المقدار كومبلي كيما رانا نعوضو هنا. سما في بلاس إكس واش نكتب؟ أ 3 بلس في توتال على زوج. واش تولي عندك؟ تولي عندنا في تساوي دي على دي تي اللي هي مشتقة أ إن 3 بلس في في توتال على زوج، واضحه؟ سما عوضنا دوكا نشتقوا، اون سي جامي تلف لك شكون هو المتغير، قلنا نضرب طلع في المنحنى نعرف شكون، شكون هو المتغير هنا؟ تركيز شوارد الالومنيوم اللي هو تركيز ال ال 3 بلس، في منا مضروب ال ال 3 بلس، راه مضروب في في توتال على زوج، من فضلك كما يقول الاستاذ تاع الرياضيات ما تحشمناش، كي يقول لك في منا مضروب ال 3 بلس ما تقولوش في في توتال، راه مضروب في الفي توتال على زوج. في الرياضيات كي تكون عندك ا في بي على سي ونقول لك بي في منا مضروب، تقول لي الشيخ بي مضروب في ا على سي، هذه هي نفسها هذه. سما ال 3 بلس كي نسقسيك في منا مضروبه ما تقوليش الشيخ هي مضروبه في الفي توتال، راهي مضروبه في الفي توتال على زوج. سما في توتال على زوج ثابت راه مضروب في متغير، واش يسالو؟ يخرج. سما كيما راه هذا يخرج منها، واش تولي عندك؟ في تساوي تبع معايا. في تساوي في توتال على زوج في دي تركيز ال ال 3 بلس على دي تي. في يساوي في توتال على زوج في دي تركيز ال ال 3 بلس على دي تي. هل هذا المقدار يتوافق مع البيان؟ نعم يتوافق، اسم هذا هو نفسه الميل. معنا نجي لهنا نكتب له في تساوي في توتال شحال طاها لك؟ 200. اسم دير 200 مليلتر في 10 قوة ناقص 3. لماذا؟ باش نحول من مليلتر للتر. على شحال؟ على زوج في ا اللي حسبناه مقبل قلنا 0.04، اسمها في 0.04. تحسب في تاعك تلقاها وبالعقل كالكولاتيس كي تحسب باش تحسب سوا سوا سيتمرن على اله حاسبه باش ما تغلطش. نطيح 4 في 10 قوة ناقص 3، والوحدة تاع السرعة قلنا نجيبوها من القانون، القانون تاعنا في هو دي اكس على دي تي، اكس وحدتها مول، تي وحدتها مينيت، اسمها طيحها هنا مول على المينيت. وهكا تكون حسبت سرعة التفاعل وشفت الحالات، وانا شفنا كاع الحالات اللي قاعدة تلاقى بهم في السرعات، معناتها شفت ربع امثلة اللي قلتهم لك، قلت لك كاع الانواع ولا كاع الانواع تاع السرعات اللي قاعدة تلاقى بهم، معناتها اذا فهمتهم مستحيل تحصل. ما تنساش راني تاكل عليك، انا عبك تدي علامة ممتازة، لازم تدي 20 على 20 في البكالوريا ان شاء الله، سي بون وموافقين ان شاء الله. هذا واش راح نديرو في الجزء هذا، سما الجزء رقم 11 درنا تطبيقات في السرعات، علمت كيفاش تحسب اي سرعه قادر تلاقى بها مهما كان المنحنى اللي يعطيه لك. شفنا منحنى باكس، دوكا شفنا منحنى بالتركيز تاع 3 بلس، عاود في الدار اتمرن في الدار وتلاحظ معايا بلي مهما كان المنحنى، مهما كان جدول التقدم، مهما كان التفاعل، اذا طبق الطريقه تقدر دائما تجاوب على السؤال. سما راني نتاكل عليكم، عاود في الدار اي استفسار ولا سؤال خلي في التعليقات، ربي ينجحكم كاع ان شاء الله. السلام عليكم.